the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want مجددا. طيب كما أخبرناكم سابقا أنه الفيديو قمنا بتقسيمه إلى جزئين لأنه الجزء الأول كان طويل بعض الشيء. الآن راح نتوجه إلى عملية تسجيل في الموقع الأخير وهو يعني موقع جد رائع وسنقوم بشرح طريقة طريقة سهلة جدا. كما ننوه أنه العمل دائما يكون بإيميل غير إيميل قناة, يعني هذا أمر مهم وضروري جدا جدا يعني بأن الناس ما تغلطش وتقوم يعني بأخطاء تستعمل إيميل القناة ويلقون بعد مشاكل في القنوات الخاصة بهم. لكن نعتمد على إيميل كما استعملناه في شرحنا السابق, يعني نفس الإيميل راح نوصله به. توجهوا الآن يعني مباشرة إلى القناة حتى نشوفوا إذا كان ما دخلوا بعض المشتركين أم لا. نقوم بتحديث الصفحة. كما تلاحظون أنني وصلت 8 مشتركين جدد على القناة وعندنا 7 مشاهدات كما نلاحظ. طيب راح نواصلوا العملية ونتبعوا طريقة اشتراك القناة. طيب نتوجه إلى الواحد ثم نضغط على subscribe me now. أوكي. طيب بعد الدخول على ماذا يطلب منا؟ يطلب منا إيميل وآي دي القناة. تمام. بالنسبة لنا احنا راح نديروا اشتراك جديد. أوكي. راح نتوجه إلى الإيميل القناة, يعني للقناة الخاصة بنا, ونأخذ الآي دي الخاص بها كما استعملناه سابقا. تمام. أوكي. ثم نتوجه الى الرابط. نحن راح نقوم بسينك اب وليس سينك ان, سينك اب لانه راح نقوم بعمليه تسجيل. نضغط على سينك اب ثم نضغط على الاسم, يعني اي اسم يعني نحتاجه. مثلا نقول ريلاكس تيست, عفوا ريلاكس تيست. تمام. ثم نضيف الاي دي الخاص بالقناه ثم نضيف الايميل, يعني الايميل للقناه اللي راح نشتغل عليه اللي راهو غير ايميل القناه. اوكي. طيب ثم نقوم بسينك اب. اوكي. طيب الان ماذا اعطانا؟ طلب منا انه اذا كان عندنا جهاز روبوت ولا لا. راح نقولوا بلي ما راناش روبوت, نختاروا في مثل هذه الصور, يعني يطلب منا صور السيارات. اوكي. تمام. فاليدي. تبقى صوره واحده. تمام. فاليدي. اوكي. اكسبت. طيب ماذا يقول لنا؟ بليز ويت, انتظر لمده 5 ثواني. الان راه الموقع افتح وننتظر يعني تثبيت الاشتراك الخاص بنا. كما تلاحظون راه جبدنا القناه وجبدنا ايضا الفيديو الخاص الموجود بنا. ماذا نفعل الان؟ نتوجه الى اسفل. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا يعني عندنا ثلاث خيارات لعمل الاشتراك الخاص بنا. الخيار الاول انه نشتركوا في 20 قناه ونشاهدوا لمده 10 ثواني 20 قناه ونعملوا اللايك والاشتراك ل 20 قناه, راح نتحصلوا بالمقابل على 10 اشتراكات 10 لايكات و10 مشاهدات. بالنسبه للعرض الثاني عندنا 40 اشتراك في القنوات راح نحصلوا على 20. العرض الثالث نشتركوا في 80 قناه راح نحصلوا على 40. يعني بالنسبه لكم كما تلاحظون راح تختاروا العرض الثالث لانك راح تشترك في 80 قناه, وعاده يعني ما تشتركش في 80 قناه يعني اقل, راح تحصل على 40 مشترك مع 40 اعجاب مع 40 مشاهده. اما بالنسبه للشرح الخاص بنا راح نستعملوا العرض الاول اللي هو العرض 20 اشتراك في 20 قناه. نضغط على سبمي ناو. اوكي. ثم نضغط على اوكي. ننتظر انه يقوم بتحويلنا الى صفحه الاشتراكات. طيب ماذا نقوم؟ نضغط على الزر الاخضر واتش لايك اند سبسكرايب. تمام. راح يفتح لنا نافذه جديده كما تشاهدون, ثم نضغط على لايك, نضغط على الاشتراك وننتظر في هذه الصفحه العد التنازلي ينزل كما تشوفوا 4 3 2 1, ثم فيريفاي. لازم نضغط على فيريفاي ولكن لا نغلق النافذة المنبثقة حتى يتأكد. تمام. راح نواصل بالنسبة لكل العروض ثم عند الانتهاء راح نرجع مع بعضنا إن شاء الله. اهلا وسهلا مجددا. كما راكم تلاحظوا انه العرض يعني توقف العمل الخاص ب 10 مشتركين. نضغط على كلوز
حتى يتم الانتهاء وبداية العد التنازلي للحملة الثانية. كما تشاهدون يعني بقتنا 23 ساعة و 59 دقيقة و 30 ثانية. طيب الآن راح نتوجه مباشرة إلى القناة الخاصة بنا حتى نشوف إذا كان المشتركين يعني بدأوا ينزلوا أو لا. راح نتوقفوا يعني بعض الشيء، نوقفوا الفيديو، ننتظروا بعد المهلة قصيرة ثم نشوفوا مع بعضنا إذا كان المشتركين بدأوا ينزلوا على القناة الخاصة بنا أم لا. اوكي ان شاء الله راح نتلاقوا بعد قليل. الان نتوجه الى القناه الخاصه بنا ثم نتوجه الى الاحصاءات الخاصه بالقناه ونترككم يعني تشاهدوا في اللايف يعني طريقه دخول المشتركين. توجه مباشره الى الاحصاءات الخاصه بالقناه ثم نضغط على فار اوبتون ريال بالنسبه للمشتركين وننتظر. راح نقوم بتسعين الفيديو بعد قليل حتى نشوفوا يعني عدد المشتركين اللي راح يدخلوا في القناه. الان راه دخل مشترك رقم 9 كانوا 8 ولا 9. ننتظر قليلا حتى نشوفوا اذا كان المشتركين دخلوا ولا لا. اوكي Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find identity, it's mine over everything. وسهلا مجددا. كما راكم تلاحظوا خاوتي انه العدد المشتركين راه في تزايد مستمر، يعني متزايد بطريقه يعني بطيئه بعض الشيء ولكن في تزايد مستمر. راح نحصلوا على كل المشتركين ان شاء الله يعني في اقل من ساعه بالاكثر. ويعني راح نضيف يعني بعض المعلومات. المعلومه الاولى انه بالنسبه للمواقع هذه اللي رانا نخدموا عليها يعني مش بالضروري أن تحصلوا على العدد المطلوب من المشتركين، مثلا يعني 6 بالنسبة للقنوات. بالنسبة للمواقع الثلاثة الأولى عندنا 6 مشتركين يعني 18 مشترك، بالنسبة للموقع الأخير تحصلوا على 10 مشتركين، يعني بالنسبة لنا يعني راح نتحصلوا على 28 مشترك، ولكن في بعض الأحيان ممكن تحصل على أكثر أم أقل، يعني ليس بالضرورة أنك تحصل على العدد المطلوب. ولكن بهذه الطريقه راح نتحصلوا يعني يوميا على مجموعه ثابته من المشتركين. كما راكم تلاحظوا انه الان رانا في 27 مشترك، راح ان شاء الله نتحصلوا على كل العدد المطلوب او ممكن ان نكون يعني فيها موجوده طفره ونتحصلوا على عدد اكبر من المشتركين. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والسداد، ونتمنى ان شاء الله ان اغلب القنوات تحصلوا على الشرط الاول في اقل وقت ممكن. ونلتقي ان شاء الله في فيديو قادم وشرح اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind.